وشوشة. أنا باكل زي ما أنا عايزة يعني، ولا بتفرق بالنسبة لي خالص. حتى أختي تيجي تقول لي أنت مجنونة، أنت إزاي تاكلي؟ أنا جايبة مثلا معايا من أمريكا M&M الكبير ده، الكيس الكبير ده، فأحطه كده، أحط بقى يعني شوية كده وأفضل قاعد آكل كأني باكل لب، ودي شوكولاتة، فأفضل آكل آكل ما بركز يعني. ما يعني أنا عارفة إنه وانس إن جالي وقت هيبقى هدخل على تصوير أكيد هبقى مركزة إن أنا أخس، بس في الحياة الطبيعية أخس ليه يعني؟ مش مهم. على فكرة على انستجرام منزله صوره ولقيت ناس بتتكلم، يعني واحده راحت قالت لي جمله كده، قالت لي شكلك زفت، النحت اللي انت عاملاه فيك قوي وباين جدا. فانا عملت لها سمايل فيس كده، قلت لها ميرسي قوي، عامه انا مش عامله، انا عمري ما عملت اي عمليه تجميل، وانا مش عامله نحت ولا اي حاجه، هو جسمي خلقه ربنا كده. فالبنت اتكسفت، قالت لي لا انا اسفه، انا ما اقصدش يعني، انا اقصد انه انا كنت بحسبك عامله عمليه، فبقول لك لا انت في الطبيعي احسن ما تعمليش اي عمليه. انا مش ضد العمليات خالص، لان انا عارفه ان في مرحله من المراحل وارد قوي ان انا اعمل عمليه تجميل، مش هتضايق يعني، ولا بعيب على اي حد يعمل عمليه تجميل خالص، بس بعيب على اللي بيبقوا شبه بعض. يعني ممكن اعمل عمليه تجميل زي بره، اداري شويه عيوب، لكن ريتاتش، بس اعمل خدود تبقى شبه خدود هيفا وهبي، تبقى شبه خدود نانسي عجرة، تبقى شبه خدود معرفش مين، سنان كلها حته واحده، لا مش بحب. رغم ان انا اتعرض عليا كتير يعني، في دكاتره انهم بيستعملوا ده ان هو دعايه، تعالي هنعملها لك من غير ولا مليم يعني، وهي بتكلف كتير قوي، 180 الف جنيه حاجه كده، رقم غريب قوي، بس عشان يبقى انا اللي عملت لك. لا انا مستحيل استغنى عن سناني يعني، مفيش مبرر ان انا اشيل سناني واركب سنان جديد. فلا، الحاجات اللي مره واحده عملتها وكنت عاملاها عشان خاطر دور يعني، مش شلت سناني طبعا، ركبت الفك دوت وكان ابيض تماما عشان كنت بعمل مطربه، فطبيعي ان هم كلهم بيبقوا صفين لولي يعني، فعملتها. لكن انا ممثله، وارد ان انا اطلع شحاته مش لاقي اكل، فمش طبيعي برضه ان سناني تبقى بيضه قوي كده. هو ده يعني، ممكن لو قدر الله في مشكله في اسناني ممكن اعملها، لكن ما عنديش مشكله، لا مش هعمل خالص، ولا هعمل خدود المنفوخه قوي ولا الحاجات دي خالص يعني، بحس كله شبه بعضه. وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org